اهلا بحضراتكم من جديد، اكيد مستمرين طبعا معاكم في تكريمنا لابطال وبطلات الناشئين وناشئات كره السله. يمكن الليله كلها النهارده كره سله، بس في الحقيقه حاب اقول خبر في الاول ان سيدات يد الاهلي تاهلنا لنصف نهائي كاس مصر بعد الفوز على الجزيره النهارده 28-18. الف مليون مبروك. لسه الناحيه الثانيه ما نعرفش هنقابل مين، اكيد هنعرف ونقول لحضراتكم الف الف مبروك. طبعا سيدات نادي الاهلي عندهم بطوله كبيره، بطوله افريقيا، يمكن اول مره منذ سنين طويله نادي الاهلي يشارك في بطوله افريقيا للسيدات ابطال الكؤوس. مش بس بنشارك، لان نادي الاهلي منظمها على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. خلينا نرجع طبعا لتكريم ضيوفنا في الاستوديو. 14 سنه ناشئات في النادي الاهلي. الحقيقه الفرقه كان ليها موقف معين كده، الفرقه اجتهدت، عملت شغل كويس. كابتن خالد عياد المدير الفني مسكهم يمكن منذ فتره بالصيف اللي فات، اشتغل معاهم. حصل موقف كده احنا كنا اتكلمنا عنه في الاستوديو التحليلي، مباراه الاهلي والجزيره في نهائي القاهره او اخر مباراه الختاميه للسيدات. قلنا انه المباراه كانت في ارض ملعب فيصل ولكن منطقه القاهره. فجاه بدون يعني مقدمات نقلت المباراه مش على ملعب يعني محايد بيننا وبين الزهور، لا، نقلت المباراه في ملعب نادي الزهور. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، حتى الملعب لما اتنقل نادي الزهور. حصل بعد كده برضو موقف تاني، انه نادي الزهور طلب مجموعه من اولياء الامور طبعا يكونوا موجودين، بحيث ان هو يعني معروف مين اللي هيخش او مين مش هيدخل، ولكن برضو ده ما كانش عامل احباط للعيبه. المدير الفني واللاعبات اشتغلوا على نفسهم، كسبوا المباراه فرق 12 بونت، وكان في احداث كتير جدا. بس الاول قبل ما نقول عن احداث المباراه هنرحب بضيوفنا في الاستوديو. هرحب بكابتن خالد عياد المدير الفني وصاحب الانجاز الكبير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. يمكن اول بطوله لحضرتك. اول بطوله ليا في النادي. منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. وبنرحب بلاعيبه الفريق جايده خالد، منورانا. اهلا بحضرتك والف مبروك. منوره الاستوديو كله. كلكم منورين الاستوديو. طبعا برحب بحور عبد الظاهر لعيبه الفريق، كابتن الفريق كمان منورنا حور، والف مبروك. برحب بلعيبه الفريق جانا معوض، اقول لك الف مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك. هي وانتوا قاعدين في الاستوديو كده فراشات، والله يعني بجد حاجه تفرح وحاجه جميله. طبعا يمكن اروح لكابتن خالد. كابتن خالد، يمكن البطوله دي كان ليها وضع مختلف، كلمني عن بدايه البطوله، كلمني اكتر عن توليك المهمه منذ البدايه. توليت المهمه في شهر 7. انا جاي من هليوبلس، كنت مدرب في نادي هليوبلس، كنت ماسك منتخب القاهره برضه 6 سنين ورا بعض. بدات فتره العداد من شهر 7. اللعيبه الصراحه كلها كانوا كويسين معايا، يعني بجد بمرن الصبح وبالليل. بمرن باجي الساعه 10 الصبح، مرن من 10 ل 12، نريح ساعتين ثلاثه، نبدا من 3 للساعه 7 تمرين. تمرين ما شاء الله. طب بس ازاي البنات اتحملت معاك الكلام؟ اتحملوا صراحه يعني. طب وقبل الامور اتحملوا برضه؟ لا اتحمل. لا كنا بنقعد في النادي، يعني انا عن نفسي انا ساكن في مدينه نصر. كنت بخلص تمرين وبروح في الجامعة اصلي وانام، ونفس اللعيبه برضه كانوا بيقعدوا ياكلوا ويواكلوهم معاهم. كناش بنمشي يعني. انت مجتهد جدا يا كابتن خالد الحقيقه. الحمد لله. كل ما اروح الاقيك في الملعب الحقيقه بتمرن. لا انا بمرن كل يوم الحمد يعني لله. مجتهد جدا جدا جدا. طيب الاعداد خلصناه. خلصنا فتره الاعداد بقى. انا بدات. خلينا الاول نتكلم السنه اللي فاتت نفس السن ده عمل ايه؟ هو نفس السن اللي السنه اللي فاتت ده كان وخاله ثالث. ثاني. ثالث. كانوا خاله ثالث. تمام. هي نفس الفرقه دي كانت بس اصغر ولا الفريق الاكبر؟ لا هم نفس الفرقه ال 13. هي دلوقتي ما فيش حاجه اسمها 14. بالظبط ما انا فاهم. كان زمان 13 14 لعبوا مع بعض. بالظبط. لا دلوقتي عمل 13 بطوله و14 بطوله. برافو عليك، صح. فهم انا شايف ان هم يعني لما صممت كابتن ايهاب كلمني ان انا اجي الاهلي. انا اتفرجت عليهم السنه اللي فاتت، حسيت ان هم لعيبه كويسين قوي. تمام. بس هم كانوا مش محتاجين شويه شغل انديفيدوال فجيت انا صممت على الفرقه دي عشان هي واخده ثالث وانا اشتغلت معاهم. انا عايز اتحمل المسؤوليه. مش يعني كان الموضوع تحدي الصراحه. صحيح، برافو عليك. يعني الموضوع تحدي، وهم الصراحه بالامانه البنات طلعوا معايا كويسين قوي واستحملوا، رغم ان انا كنت بشد عليهم جامد جدا. بس بتحمله بقى. لا اتحملوا. وخلي كلمني عن مشوار البطوله، لعبت كام فرقه، كسبت. انا بص، انا فتره الاعداد عملت فتره اعداد جامده كويسه قوي، يعني بدات الاول تدريجيا كده. انا لعب مثلا 25 مباراه ودي. طبعا في السن 14 سنه بتختلف، في فرق بتلعب عليك زون. تمام. فانا عملت، قلت لازم الاقي فرق 16 سنه بتلعبني زون. تمام. فاخدت ومرنتهم بقى على الزون، ازاي ما نضرب الزون، انواع الدفاع، الدفاع المنطقه، بتهاجم ازاي على دفاع المنطقه. كان عندي هدف برضو، كان عندنا فرقه، هم في فرقتين كسبانين، كانوا وادي دجله والزهور. دي لقطات يا كابتن من ماتش الزهور، صح؟ في النهائي. صح. ده في النهائي اللي كان احنا ظلمنا يعني، كان الجمهور كان جاي علينا جامد جدا.
انا شايف الملعب مليان ناس، كان في ناس كتيره قوي، وانا بالامانه يعني كنت متوقع وواثق ان احنا هنكسب. برافو عليك بالامانه والله. حتى اللعيبه، حتى اللعيبه هم مسخنين يعني الصراحه، عندهم ثقه في الماتش. طبعا حوره بظهر كابتن فرقه كانت ورايا على طول في ضهري الصراحه، يعني تلم ورايا في اللعيبه، بتشجع تسخين، بتسخن اللعيبه كنا يعني. لا كان ماتش، بحكي لك بقى على فتره الاعداد، خلصت 25 مباراه. بدات الصراحه بطوله ال 14 دي النهائيات كانت صعبه جدا الصراحه. اللي فاجئني السنه دي برده بفريق الجزيره. الجزيره كانت واخده رابع، هي خدت ثالث، فهي اتطورت، هم دعموا اثنين بس فرقه كويسه الصراحه. فرقه كويسه يجي بقى بعدينا وادي دجله كانت واخده ثاني، خدت رابع. اتراجعت. اتراجعت. فحصل يعني حصل تغيير في كل الماتشات يا كابتن خالد. انا الحمد لله ما كسبتش ولا ماتش. ما شاء الله. انت خدت دراسات بره يا كابتن وكده؟ انا دراستي بره، وكل سنه بسافر امريكا. طبعا. شغال في مثلا امريكا في المعادي، فكنت شغال كامبات بره، كل سنه بروح كامب منحه ودرست بره كتير يعني. برافو عليك يا كابتن. خليني بس اوضح حاجه، انه فريق كره اليد سيدات هي يعني طبعا تاهل، الف مبروك بعد الفوز على الجزيره. 28 هيقابل الفائز من الشمس والمعادي. اللي هيفوز من الشمس والمعادي هو اللي هيقابل فريق كره اليد سيدات في قبل النهائي ان شاء الله. كل التوفيق، وعايزين الكاس باذن الله، وهيكون اعداد كويس لبطوله افريقيا. يمكن اروح لحور كابتن الفريق، يمكن انت كابتن خالد في الاول اشاد بيكي، قال انت كنت في ظهره. كلميني دورك كابتن الفرقه بقى حور. هو يعني هو انا كنت بشجعهم علشان واحنا كنا عايزين يعني ناخد بطوله القاهره، وهم يعني ما قصروش معايا وكانوا كلهم ملتزمين، وكنا بنسمع كلام الكابتن، واحنا كنا بنتمرن تمرينتين في اليوم، وكنا بنحاول نبذل اقصى جهدنا يعني علشان نوصل لبطوله القاهره، عشان احنا عارفين ان الظهور جامده، فيعني وفي ناس كتير بتشجعهم. فاحنا جينا اتجمعنا قبل الماتش وقلنا يعني ما فيش حاجه هتوقفنا، ان شاء الله هناخد بطوله القاهره لان احنا فرقه قويه. طب قولي لي حور، في الصيف يمكن كابتن خالد بيقول لي الاعداد تمرينتين في اليوم، ومنهم تمرينه بعد الظهر بتبقى ثلاث ساعات. اكيد انتوا بنات صغيرين عايزين تسافروا، عايزين على الاقل تقعدوا في البيت تتفرجوا على التلفزيون، الحاجات بتاعه لسنكم يعني. ما كانش ده بيضايقكم ان انتوا موجودين في النادي على طول متمرنين يعني؟ ما زهقتوش في لحظه كده قلتوا لا احنا عايزين نخرج شويه، عايزين نروح نيجي اي حاجه؟ لا هو احنا مش ما يعني ما زهقناش، لان احنا كنا بنقعد مع بعض يعني، وكنا مش كل واحد بيقعد لوحده. كانت الفرقه كلها بتقعد مع بعض، وكنا بنتمرن عادي، وما يعني عشان احنا عايزين نوصل لحاجه فما اتضايقناش. برافو عليك. وكنا يعني ما فيش حاجه يعني كانت مضايقانا ان الكابتن يمرنا تمرينتين، كانت عادي، اللي هو يعني مثلا بنستحمل عشان عايزين ناخد بطوله القاهره، وان شاء الله ناخد بطوله الجمهوريه. حور، انت من ولاد النادي الاهلي او من بنات النادي الاهلي صح؟ يعني خلينا اقول انه في النادي الاهلي اكيد بيعلمنا حاجه، اكيد اتعلمتي حاجه في النادي الاهلي ما شفتهاش في نادي تاني. ايه اللي اتعلمتيه يا حور؟ هو يعني هو طبعا اول حاجه اتعلمتها الولاء يعني للنادي الاهلي، وان هو يعني اعظم نادي شفته يعني لحد ما اتولدت يعني. ده حقيقه مش كلام. هو اقوى نادي الصراحه، وانا كان ممكن العب في اي نادي تاني بس انا اخترته لان هو بيديني الثقه كمان، واللي هو اسمه نادي كبير يعني الناس كلها بتخاف منه. برافو عليك. حور، عايزه تلعبي درجه اولى ولا لا؟ اكيد طبعا. خلي بالك ده انت كلها سنتين، وممكن انت بتلعبي سنتر صح؟ ولا بتلعبي مركزك ايه؟ لا انا بلعب 3 3 4. ما شاء الله بالنسبه لي ما شاء الله شوط اساسا 3 بوينت كويس. انا بقول لك ان شاء الله هتعملي شغل كويس ان شاء الله. يعني انت كلها سنتين، وممكن كابتن ايهاب الالفي او ايا كان المدير الفني الموجود اكيد هيستعين بيك. جاهزه للحظه دي؟ جاهز طبعا. طب مين شايفه في الدرجه الاولى ماسك الاعلى زيك، ممكن تبقي نفس شكل لعبها مين؟ هو انا عندي لاعبتين في الدرجه الاولى، عندي كابتن رنا عبد الظاهر وكابتن هاله شعلان. انا ما رضيتش اقول يعني، انا ما رضيتش اقول انها اختها، والله العظيم هي نفس طريقه لعبها. يعني انا عايز اقول لك لسه انت بتقولي، انا قلت اسيبك تتكلمي، قلت اكيد هتقولي رنا عبد الظاهر، بس انا يعني ما اعرفش انها اختك. يعني اول مره اعرف انها اختك، بس انت طريقه لعبها يعني نفس الشكل بنفس طريقه الجسم، اكيد هتبقي زيها واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت بتحبي الطوال لما بيشوطوا 3 بونت يبقى عندهم ميزه اعلى، ان بيبقى فوق الديفنس كله. ولازم تحافظي على دي. شايفه ان ده مهم بالنسبه لك ولا لا؟ هو ده مهم، لان ساعات مثلا بيبقوا بيلعبوا زون. برافو. فما باجي اخش بيقفلوا تحت، بيبقوا حاطين اتنين طوال. صح. فممكن بس مثلا لو ما عرفتش اخش اقوم شايطه، او اخش مثلا واجمعهم كلهم عليا واقوم مديها لحد كيك اوت يخش او يشوط. برافو عليك. لان ممكن تكون الدنيا مقفوله. ان شاء الله نتفرج عليك في الدرجه الاولى ونشجعك. ان شاء الله. يمكن اروح لجايده. جايده انت الاول مركزك ايه؟ 2 و3 وساعات 1. بس انت عسل قوي يا جايده، انت يعني ان شاء الله العظيم لذيذه جدا. يعني انت يعني بس في الملعب حاجه ثانيه. لا لعيبه كبيره قوي ان شاء الله. ما شاء الله، هي شكلها جامده جدا.
يعني انت شكلك يعني في الملعب مكاره شويه جيده، صح ولا انا غلطان؟ هي بريتريشن من احسن بريتريشن في والله. مصر ما شاء الله، دي مستقبل هم الثلاثه ان شاء الله، مستقبل يعني ما شاء الله مستقبل النادي الاهلي يعني. طب قولي لي يا جايده، يعني انت يعني برضه فتره الاعداد وكان تعداد جامد وشغل كل يوم والكابتن عايزك تيجي، وحتى لما دخلت الدراسه نفس الكلام، انت حابه الموضوع ده ولا شايفاه عبء عليكي وانا خلاص بقى انا زهقت انا عايزه بقى اقعد شويه؟ اه طبعا شايفه ان حاجه حلوه، علشان احنا السنه اللي فاتت خدنا ثالث، فالسنه دي صممنا ان احنا ناخد اول، فلازم نكون ملتزمين ان كل الفرقه تبقى موجوده وكلنا نسمع كلام الكوتش بس. طب قولي لي يا جايده، انت في سنه كام؟ تاني اعدادي. طيب المذاكره عامله ايه؟ يعني المأساة والعذاب الأليم بتاع المذاكرة أخباره ايه؟ بنذاكر في العربية برضه القصة دي؟ يعني كل القصة دي بنذاكر في العربية ونتغدى في النادي وناكل في العلب اللي بتتاكل دي يا صاحبي؟ أنا بحب باجي ألاقيها في النادي. صحيح؟ برافو عليك. أنت ليكي إخوات بيلعبوا يا جدع؟ لا ليا أخويا صغير 2009. بيلعب في الأهلي برضه طبعا. أخباره ايه؟ يعني كويس ولا ايه؟ نعمل زيها اكيد يعني. لا اكيد ان شاء الله زيها. ليه بس؟ هيبقى زيها ان شاء الله. طب قولي لي بامانه كده، مين بيتعب معاكي، بابا ولا ماما؟ الاثنين. لا مش عايز اجابات دبلوماسيه، عايز الحقيقه. لا والله الاثنين، لما بابا يبقى مسافر ماما بتوديني التمارين، يبقى ماما اكتر ملتزمه. يبقى ماما اكتر ملتزمه ان انا اروح التمارين بتاعتي و... برافو عليك. طب ما فيش قومي ذاكري يا جايده، ما فيش الكلام ده ولا انت؟ في طبعا، لما بخلص تمريني بنروح علشان نذاكر عشان نلحق ده. من نفسك ولا قومي ذاكري يا جايده بقى وخلصي اللي بتضحك بس؟ هي فهمت السؤال بس ايه، حاول التحور شويه عليا بس ايه. ما هو خلي بالك، ما هو ده طبيعي يعني، انت بتبقى جاي ما تعبان من التمرين، فلازم الاب والام يشدوكي شويه، طب ذاكري شويه، بس المهم يبقى عندك استجابه، هي دي اهم حاجه. قولي لي انت مين ماسك الاعلى في الدرجه الاولى؟ لسه درجة أولى بس يعني؟ أي حاجة قولي. ولاد نادين السلعاوي. برافو. وهلا شعراوي. برافو عليكي، بس ده مركز وده مركز تاني خالص. أيوه ماشي. لا أنا بحب في هالة روحها في الملعب. برافو عليكي، صح. ونادين بتلعب اتنين وتلاتة؟ بصي هقول لك، هالة وريم موسى الاتنين بيلعبوا بنفس المنتاليتي. نادين السلعاوي. بيلعبوا بنفس ريم موسى. لعيبة كبيرة صح. ريم موسى واحد. يعني أنا بقول الصراحة للنادي الأهلي. ريم موسى لعيبه كبيره، وكانت كانت قاعده مكانك من خمس ست ايام والله. ريم موسى كانت موجوده مشرفانا في الاستوديو. فريم يعني كويس ان انت شايفه الكاركتر ده، شايفه الجديه، شايفه الاداء، انت عاجبك ده. طيب ومين تاني نقول في الولاد برضو في الدرجه الاولى، اولاد مين بيعجبك ولا مش متابعاهم؟ خليك في البنات. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. كده اروح لجانا معوض، قولي لي بقى انت مركزك ايه؟ بلعب اثنين وثلاثة. شوتر. هي شوتر. ها؟ لا شوتر، يبقى انت كده حبيبتي ومعانا في البرنامج كله وقاعد معاك. انا احب الشويطة جدا يعني. لعلمك الشوط ده بيفك لوغاريتمات بالهبل، حتى وكرة اليد خدي بالك، مش بس والطايرة كمان المصوبين يعني، او الضريبة زي ما بيقولوا في الطايرة. الشوط ده هو روح كرة السلة، ويمكن كابتن خالد طبعا يمكن يعمل كلام. اتفرجت عليه كتير صراحة. طب قولي لي شو بتسيبه؟ طب قولي لي بتتمرني زيادة بقى عشان موضوع الشوط ده جانا ولا لا؟ وساعات لما نكون جايين قبل التمرين بدري بفضل يعني بفضل اشوط، او يعني في التمرين بفضل اقول للكابتن عايزين نشوط وكده كتير، لان انا بحب اشوط. انت ساكنة فين عشان تيجي بدري قبل التمرين يا جانا؟ احنا بنقعد في الصح. بس بتيجي بدري بقى قبل التمرين؟ طبعا لو ما حرفيش قبلها باربع ساعات مش هتيجي اصلا. طب قولي لي وبتيجي بدري ما بتقوليش لا انا هاجي في التمرين واقعد مع اصحابي بره شويه وبتاع، لو لقيت الملعب فاضي بتنزلي تشوط؟ يعني دايما لما بنيجي بدري بقول للكابتن ان عايز اخد كوره واشوط، لان انا بحب اشوط جدا اصلا. برافو عليك، لعلمك الشويط لازم يكون كده. هم الثلاثه صح كلهم بيجوا بدري؟ هم الثلاثه ما شاء الله. وحور كمان يا فوق الطول، فانا يعني بركز على موضوع الشوط جامد قوي. برافو عليك. عندي حور وعندي جايده وعندي واخد احسن هدافه نورة معانا في الفرقه. هم الاربعه يعني انا كله في شوط سي بوينت عندي. برافو عليك. ما انا جيت في ماتش وادي دجله الدور قبل النهائي، الفرقه دي طبعا كسبانه السنه اللي فاتت. صحيح. ما شاء الله احنا جايبين 15 3 بوينت في السن ده كتير قوي. احنا يعني احنا سكوراتنا عاليه. الملعب كان ايه؟ كان في ملعب ايه؟ كان في ملعب مصر التامين. ملعب كمان حلقه مش حلو. مش حلو قوي ما شاء الله، جايبه 4 3 بوينت. هو كان الفرقه كلها بتشوت الصراحه، بس ما شاء الله يعني عندي رودو حسام بتشوت، عندي جانا لعبت الماتش ده. جانا لعبت الماتش، لعبت كله جاب، جابت 3 بوينت. جبت كام يا جانا في الماتش ده؟ 2. جبت 2؟ هورا جابت 4 باين ولا 5؟ يعني جابت 4. هورا بزار جابت 4. جايده برضه كانوا ساعتها بيلعبوكوا زون يا جانا ولا كانوا بيلعبونا زون؟ هم اي فرقه، هي اي فرقه بتلعبنا زون عشان احنا عندنا حلول. عندنا حلول. فاحنا مدينا على الزون، لان انا لعبت فرقه 16 سنه كتير.
انت عارف. يعني خلاص يعني. ولعبت مع الاكبر منك خلاص. لعبت مع الاكبر مني. فانت بالنسبه لك ما شاء الله عملنا فتره اعداد كويسه، كسبنا سبورتنج، كسبنا سموحه ان شاء الله فردين، بس سبورتنج وسموحه فريقين كويسين برضه. خلي بالك انت الجمهوريه الموضوع مختلف. الموضوع مختلف بس انت هنا هنبدا 5-3 ان شاء الله. 5-3 خلاص الجدول. الدوري مضغوط، كل حاجه مضغوطه اكيد ان شاء الله. طب جانا خلينا اتكلم برضو اكتر واديكي حقك، يعني كلميني عن توفيقك من المذاكره واللعب، بتعملي ده ازاي؟ هو دايما يعني بعد المدرسه يا اما بيبقى في تمرين بروح التمرين، واول ما برجع بذاكر، او ساعات بذاكر في العربيه، او لو مثلا عايزه انام بنام وانا رايحه التمرين، وبعد كده التمرين وارجع اذاكر، بس فبكون مقسمه وقتي. طبعا العذاب الاليم برضو في موضوع المذاكره دي والمروح والمجاي. بتذاكري في النادي برضو عادي ومفيش مشكله تخلص تمرينك لو عندك تمرين؟ طب قولي لي قبل الماتشات ايه اللي بتعمليه قبل الماتش؟ ايه الطقوس اللي بتعمليها قبل الماتش وانت رايح الماتش؟ رايحين ماتش الظهور عملت ايه؟ يعني دايما كلنا قبل ماتش الظهور. لا قولي لي من اول رحت المدرسه؟ لا غيبت. غيبتي عشان ماتش مهم. بس طب وبعدين؟ كله غياب. انت كمان غبتي الاسبوع كله غياب عشان لازم نلتزم. ما شاء الله انا قلت لهم غيبه عشان تركيز بقى. لا لا لما يكون ماتش مهم لازم. وكمان الماتشات بتبقى بدري فكنا لازم نغيب يعني عشان نريح. وماتش صعب بيبقى تلاته. برافو عليك يا جايده. صح. وانت بتهيألي نفس الكلام يا جايده عملتي. يعني هي اصلا الماتشات صعب بتبقى بدري، واحنا اصلا خلاص مدرسه صعب فكنا لازم نبقى نغيب. برافو عليك. طب اثناء الماتشات يعني انت رحتي الملعب بتقعدوا مع بعض البنات الاول ولا كابتن خالد يقعد معاكم؟ بتعملوا ايه؟ لا يعني اول ما بنيجي بنقعد كلنا مع بعض نقول ان احنا مش نخاف، احنا مش اقل مننا في حاجه، احنا اصلا جامدين. وبعد كده بقى بنيجي نقعد مع الكابتن وهو يفضل يقول لنا نراجع ازاي ويرجع لنا على الخطط وكده. برافو عليك، كلام جميل جدا. يعني جايده برده نفس الكلام بتقول لي. طب انت بتقلقي في ماتش يا جايده؟ بتبقي نازله قلقانه كده؟ لا، بلس ان الكابتن كمان بيحمسنا ويقول لنا انتوا قدها وانتوا هتكسبوا. بتصدقوا كلام الكابتن؟ اه طبعا. برافو عليك عشان احنا نادي كبير. برافو عليك. طب وجاي نفس الكلام الكابتن يقول لك او اي كلمه حد دلوقتي الكابتن بيقولها يعني هي بتحصل. قال نكسب دجله، كسبنا دجله وخدنا الاول. حتى خبره وسافر وراح وجاب وحضر كورسات، فاكيد لما يقول لكم حاجه اكيد هو فاهم هو بيقول ايه. عندكم ثقه فيه، واهم حاجه يبقى اللعيب عنده. زي ولادي والله انا بتعامل معاهم. انا عندي بنات اساسا مدينه سل. عندي بنات. لا بتعامل معاهم كانهم ولادي. يعني عايز اقول لك جايده يعني فاهم مناقشه معاك شويه. انا بحبها الصراحه. لا والله كلهم زي ولادي بالظبط. انا بتعامل معاهم كلهم زي ولادي. صحيح. برافو. وبرده كان كنت بشكر الفرقه. دي لقطات يا كابتن من ماتش اخر ماتش ولا اثناء البطوله؟ ده اخر ماتش. اخر ماتش بعد الماتش. حلوه قوي. لو كسبنا الظهور في الظهور يعني احساس جامد قوي. ودي ملك شعبان الصراحه برده دي لعيبه كويسه ولعيبه كبيره الصراحه. طب يعني يا كابتن قول لي يعني انت برضو احساس تاني خالص. جنى الالفي اول بطوله بتقولي يا جايده؟ طب مين من 13 برضو كجنى الالفي كنت مستعين بيهم؟ في نروح يدي لعيبه كبيره برضو جدا يعني كويسه جدا. في رودينا نجار، وفي رؤية، وفي نوران، وفي عالية. لا يعني ما شاء الله الفرقه كويسه. ولميس ما شاء الله. وريدو حسام. لا طب قول لي يا كابتن انت يعني اكيد مع اول بطوله ليك مع نادي الاهلي. انا الصراحه لا اول بطوله حتى دي يعني مش اول بطوله يعني تلعبها، اول بطوله تاخدها يعني. انت اول بطوله تلعبها خدتها. انا طول عمري في اليوبيس كنت باخد تاني تالت، لكن لما جيت الاهلي الصراحه لازم اخد اول يعني. حسيت الامكانيات متاحه الدنيا غير. لا وبعدين الموضوع تحدي ان انت برضه تاخد فرقه واخده تالت وتشتغل معاه. انا عارف امكانياتهم يعني هم لعيبه. كنت مصدق الموضوع من الاول؟ لا يعني انا كنت برضه بجوش معاهم. على فكره احنا فرقه كبيره. فكره احنا هنكسب. على فكره انتوا لعيبه جامده. ما لسه جايده بتقول وجانا بتقول وحور قالت نفس الكلام، قالوا ان احنا بنصدق الكابتن وحاسين دايما بيحمسنا. كلامك بيفرق معاهم. والله انا صوتي ضايع من النوم يعني. حماسي جامد قوي في الملعب. لا يا كابتن مفيش حجه بقى. ده فراشات قاعدين معايا بنات زي القمر يعني. انت بتروح فين جايده؟ بص يا شباب صورين معاهم. مش بقول لك يا جايده انت يعني برضه الشغف بينط من عينيك. لا والله جايده. لا انا قصدي شغف في الملعب يعني. يعني هي برضه من اللعيبه اللي تسمع الكلام. لا هي يعني ما شاء الله الثلاثه يعني بره الملعب بتقعد تتفرج تهزر معاكم، لكن جوه الملعب مركزه وهاديه. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله ويبارك. ودي جمانه بقى بص يعني قلبي جامد قوي. جمانه جمانه طارق عبد الباري طبعا. لا ده عملت موقف برضو جمانه يعني فعلا عندها روح جامد قوي. كانت تعبانه وسخنه ما قالتليش يا حبيبتي. وخدت حقنه دولترين. كنا لاعبين ماتش الجزيره كان ماتش رخم برضو شويه. وفي الاخر اكتشفت ان هي كانت تعبانه. ما قالتلكش. ولعبت الماتش كله وما قالتليش غير بعد الماتش. ما شاء الله عليها رجوله يعني. لا بجد يعني خلي بالك باباها راجل برضه كده. انا عاجبني فيها الحماس. وكابتن عبد الباري طبعا يعني كابتننا الكبير برضه كان نفس الاداء ونفس الرجوله. بص خد بالك الجينات مالهاش حاجه. الجينات مالهاش خلينا نقول برضه يعني حور يعني. وبشكر برضه الاداريه كابتن مي الصراحه. طبعا اكيد ليها دور. لا يعني ليها دور كويس. وبشكر كابتن نبيل بخير الصراحه. كابتن لسه هقول لك جوه الملعب وبره الملعب. وكابتن نبيل على طول. والله الجهاز الفني كله. مين قولي لي اللي انا اسمع دكتوره ايه؟ دكتوره ايه؟ كابتن نبيل وتعبوا معانا. وكابتن نبيل
وقفوا معانا في ماتش الظهور حمسون. دكتور ايه هي اللي كانت دايما معانا واي حد بتقف معاه وكده. انتوا حاسين يا بنات ان انتوا اسره واحده يعني؟ حاسين لو في مشكله نقدر نتكلم مع كابتن ايهاب، نقدر نتكلم مع كابتن نبيل بامانه؟ سيبكم ان حد بيشوفنا بقى وسيب الكلام ده، حاسين لو في حاجه بتروح؟ طب ده على فكره هو ده اساس المكسب، مش تبقوا فاهمين ان انت تحس ان انت في بيت واحد واسره واحده، ده مهم جدا جدا والله. برضك بص انا برضك بشكر يعني، انا لما جيت النادي الاهلي طبعا انت جاي جديد على النادي، انا بتكلم بقى اكتر الولاد والبنات المدربين. انا بالامانه انا يعني بقى لي 10 سنين في اليوبلس، انا ما شفتش مدربين زي مدربين النادي الاهلي، كلهم واقفين ورايا، كلهم بيحبوني، كلهم اول ما كسبت كلهم ورايا وجايين يعني. حتى انا برضو ما بسيبهمش، كابتن عمر هاشم، كابتن محمد اشرف توفيق، كابتن احمد الجرحي، علي هاشم، كل حته، كابتن احمد الجزار، احمد ابراهيم، مدربين قطاع الناشئين ولاد وراك انت حتى كقطاع كلهم انا والله بجد انا بحبهم جدا الصراحه، وحتى لو في ماتش ميني باسكت تلاقيني وراه، ورا كابتن عمر هاشم، ورا علاء، ورا كلنا بنحب بعض الصراحه. انت مجتهد كابتن، استحاله قوي تلاقيها في اي نادي تاني. انت مجتهد واكيد ده هم حاسينه لابسينه واكيد ده. وبشكر والدتي الصراحه يعني، والدتي يعني الست الكل طبعا، لا ربنا يخليها لي والله الصراحه، ربنا يخليها لك، بنوجه لها كل التحيه، الام هي الاساس طبعا في كل شيء. نورتوني شرفتوني الحقيقه، الوقت مر بس طبعا معانا طبعا نجمات الفريق هينضموا لنا في الفاصل. بشكرك كابتن خالد عايز، شكرا جزيلا، نورتوني شرفتوني، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وبشكر طبعا حور عبد الظاهر، ان شاء الله نجمه المستقبل باذن الله، زيارنا على طول. بشكرك، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. بشكر طبعا جايده خالد، نورتيني وشرفتيني، وعايزك دايما مشاغبه كده، نتقابل كمان سنه وسنتين بس عايزك في الملعب بتاع الدنيا. بشكر طبعا جنى المعوض، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله برضو التلاتات، عايز تكيلي على التلاتات عشان انا تهمني قوي التلاتات. بشكركم. ويا جماعه فاصل، هنستقبل طبعا اربع لاعبات من النجوم او النجمات اللي ادوا دور كبير جدا في فوز فريق ببطوله القاهره. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في لقائنا مع فريق 14 سنه الناشئات اللي فاز ببطوله القاهره. الحقيقه انجاز كبير، فرقه اشتغلت على نفسها، مدرب محترم، دعم من النادي، هيكون نواه كويسه جدا للفريق الاول. الحقيقه مش هيبقى عمرك ما عندك فريق اول كويس لما يكون عندك قطاع ناشئين او ناشئات محترم بيخرج لك كل سنه اثنين او ثلاث لاعبات. الحقيقه ده اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. خلينا نرحب بلاعباتنا اللي انضموا لنا في الاستوديو. برحب الاول بجمانة طارق، منورانا يا جمانة، والف مبروك والف سلام عليك. الف الله يسلم حضرتك. برحب طبعا بفرح حسام لعيبه الفريق، منورانا يا فرح، والف والف مبروك. الله يرحمك. برحب بهدافه الفريق وهدافه البطوله نوره محمد، منورانا يا نوره، منورانا والف مبروك. الله يبارك فيك. برحب بجنى الالفي طبعا نجمه الفريق وبنت كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق السيدات، منورانا. الله يبارك، والف مبروك. خلينا نتكلم مع حضراتكم ان فريق الناشئات او قطاع الناشئات غير الولاد، الولاد يمكن الفريق او الناشئ بيبقى 18 سنه او 19 سنه ممكن يطلع الفريق الاول، انما في الناشئات لا، الموضوع بيبتدي بدري شويه، ممكن على سن 14 15 سنه يبتدي الفريق الاول يستعين ببعض اللاعبات. يمكن عايز اتكلم مع جمانه الاول. جمانه خليني اسالك، انت كنت تعبانه وخبيتي على الكابتن فضحك دلوقتي وقال عندك انت كنت تعبانه وما قلتلوش وخدتي حقن، حتى بابا نفسه لما قابلته في النادي قال لي كده. احكي لي ايه قصه التعب ده يا جمانه؟ ده حقيقه بسبب ان انا كان ساعات عندنا ماتش دجله، وبعد كده المفروض عندنا يوم راحه، وبعد كده تاني يوم ماتش الفاينل مع الزور. بعد ما خلصت ماتش دجله كنا تعبانين وكده، فتحركت الهواء. كان تاني يوم ماتش الزور على طول ولا كان لا في... كان في يوم راحه. يوم راحه انت خلصت الماتش كنت تعبانه شويه، فيعني كنت تعبانه شويه في دجله، فبعد كده تعرضت للهواء فعيت. فبعد كده جيت بقى على يوم ماتش الظهور كنت تعبانه، كنت الصبح ما كنتش قادره اصلا، كنت سخنه وكان حرارتي كام ساعه يا جمانه؟ لا مش متذكره، درجه زياده مثلا او حاجه، بس طبعا كتير على يعني ماتش النهائي. ايوه طبعا، وكان ساعتها كمان جسمي متكسر، فساعتها رحت نزلت اخدت حقن علشان اعرف العب الماتش،
والحمد لله. ده الحقن دي اي بنت بتترعب من الحقن؟ انت خدتيها عشان تلعبي؟ لا انا عادي جدا، انا متعوده من سبب ان انا يعني تقريبا كل ماتش لما بعيا تقريبا كسايه بتبقى ماتش الظهور لازم اخد حقنه. الظهور ظابط معاك؟ يعني انت قبل كل ماتش الظهور معروفه الحقن فين الحقنه؟ أيوة حتى لو مش تعبانه. اه فين الحقنه يا جماعه، ده ماتش الظهور جاي. لا هي حتى السنه كنت مصابه، اتصبت في ماتش دجله اللي قبله، فطبعا بقى اخدت بقى قعدت حاجه 48 ساعه بس انا بحط ثلج على ركبتي. يا خبر ابيض. عشان انزل العب الماتش. برافو عليك، برافو عليك. ولعلمك ان انت تهتم بنفسك وصحتك دي اول يعني اول طريق المكسب. خلي بالك يا جمان، اكيد بابا بيقول لك كده. اه طبعا حافظ الكلام ده كتير. طب قولي لي بقى، بابا بيقول لك ايه قبل الماتش؟ بابا بيقعد يقول لي ركزي في الماتش، احنا عايزين ناخد اول ان شاء الله، انتوا كلكم لعيبه كويسين وعايزين نركز في الماتش، لازم ناخد اول، لازم ما نخليش ان الظهور يعلم علينا مرتين، لازم يعني لازم نكسره علشان لما نيجي في الجمهوريه نبقى احنا كاسرين واخدين اول، يبقى الفرق بتخاف مننا. خلي بالك باباكي كان في الملعب برضه عنده حماس كده وكان غلاوي برضه، فاكيد بيديك الحته دي. طب قولي لي يعني، خلينا نتكلم، انتوا كفرقه واحده قلت لحد ان انت تعبانه، قلت لحد ان انت عيانه، ولا الفرقه ما كانتش تعرف؟ لا ممكن كانت فرح بس تقريبا هي اللي كانت يعني اللي انا كنت فرح قاعده معاها وخبت عليك. طب انت بس سمعت انت عملت ماتش كويس واديت اللي عليك. الحمد لله. وراضيه عن نفسك بالبطوله دي يا جمال؟ اه الحمد لله، يعني احنا ساعتها ان احنا عشان ناخد اول وخدنا، فطبعا يعني الواحد لازم الحمد لله راضي عن نفسه ان هو لعب، وساعتها كمان لما يبقى عيان وينزل ويلعب ونفس الكلام، الحمد لله ان هو كان لاعب حلو وكده، فده طبعا يديله ان هو يبقى حماسي، يبقى هو كويس يشدنا حيله عشان لسه في جمهوريه ونركز. كمان لما نطلع جمهوريه واحنا اول غير لما نطلع جمهوريه واحنا تاني مثلا. ما الاول هيخافوا مننا، تاني مش هيبقى اللي هو خوف قوي. وانت شايفه طب الجمهوريه ممكن برضه نحقق المكسب ده؟ اه يعني ان شاء الله، بسبب ان احنا يعني الفرق بتخاف مننا، واحنا كمان حتى اللي هم بتوع الاسكندريه احنا لعبناهم الحمد لله وكسبناهم، فدي تبقى فرصه ليا ان احنا كسبناهم لما لعبناهم ودي، فدي حاجه كويسه ان احنا بنلعبهم رسمي، يبقى احنا لا كسبناكم قبل كده، فنبقى احنا معلمين عليكم اصلا ودي لازم. الله يعينك والله يا جمان، على فكره الجينات فارقه جدا جدا. يعني الجينات ما شاء الله يعني لا مقصره تمام يعني، كابتن جابر طارق وكابتن عبداري كمان طبعا الجينات ما شاء الله. لا بس دي حاجه تخليك يعني ترفعي راسك وتبقي فخوره بيها طبعا. يعني فخوره جدا ان انا جيت بابا كان بيلعب حلو، وكمان كان الناس بتتكلم عليه، وجدو عبد الباقي طبعا دي اسمه، فدي حاجه ان انا الواحد ابقى انا فخوره بيها. ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. اروح لهدفتنا طبعا نوره، الف مبروك طبعا البطوله، ومبروك على التهديف يعني تبقي احسن هداف، دي حاجه كويسه جدا. كلميني على البطوله يا نوره، وكلميني على مركزك وبتلعبي ايه وايه اللي بتميزي بيه. انا بلعب خمسه. يعني لا انا لا انت بتلعبي بوزيشن خمسه، خلينا نتكلم نقول ايه اللي بتميزي بيه؟ هل بتحبي تلعبي وان وان بظهرك اكتر؟ بتحبي بتخشي في الفولو اكتر؟ يعني تهديفك اكتر نقط جبتيها من تهديفك عباره عن ايه؟ اكتر حاجه جبتها يعني عشان اخد هداف البطوله اللي انا كنت بروح على كل كوره بلمها ريباوند واطلع احطها بس حتى لو زمايلي جاله بتخشي وراهم او زمايلاتك جاله بتخشي تلم الكوره يعني في اوفنس وديفنس انا كنت ادخل الم الكوره ويعني في اوفنس اطلع احط كوره، دي كانت اكتر سكور جبتها. برافو، ده دورك الكبير الاهم، ولعلمك دي بتبقى باربعه بونت، لان انت في كوره جالناها بدل ما الفرقه الثانيه تاخدها وتحطها انت بتحطيها دي باربعه بونت. طب خليني اتكلم معاكي في حته برضو اللعب وان ان وان، دورك في السكرينات مع فرقتك خمسه او البوزيشن خمسه ليه دور كبير، بتعملي ده ازاي؟ ايه بتعملي ده ازاي؟ هل بتساعدي فرقتك ازاي في سكرينات بتعمليها؟ بتفضي زمايلك؟ بتستلم الكوره ممكن تلعبي وان ان وان وتطلعي لحد يشوط؟ دي برضو يعني ميزه كبيره الخمسه، واكيد دي عندك. ايوه انا كان اكتر ماتش كنت بلعب 1 اون 1 فيه هو ماتش الجزيره. ليش معنى في حد طويل او حد جامد هناك عندهم؟ اه في بنت طويله هناك كانت في طرف الجزيره. هي طبعا كانت بتعمل ديفنس حلو جدا، بس انا كنت برضه بلعب معاها 1 اون 1، ده كان اكتر يعني ماتش بلعب فيه 1 اون 1 حلو. وطبعا كنت بعمل سكرين للميكرات بتوعنا والكترات. كنت بعمل سكرين يروح لعبتوا كام ماتش يا نوره؟ لعبنا خمسه. خمسة حطيت فيهم كم نقطة؟ ولا مش فاكرة؟ يعني هو تقريبا قريب بالافريج كده اكتر من 60 بونت او 60 60 بونت في خمسة، يعني تقريبا حاطة في الماتش حوالي 15 نقطة تقريبا 15 نقطة. ده بس لا مش كل الماتشات، يعني كان ماتش الجزيرة هو كان اكتر ماتش حطيت فيه سكور، كان اكتر يعني كان تقريبا 20 بونت يعني او اكتر من 15. ما هو بالافريج تقريبا، بس متوسط تقريبا 15 نقطة في الماتش في سنك ده كتير.
بس انت ما شاء الله يعني انا شايف ان ممكن بعد سنتين ثلاثه نشوفك في الدرجه الاولى بشكل كبير ان شاء الله. طب قولي لي كابتن ايهاب الالف المدير الفني في الفريق الاول اتكلم معاكي هل طبعا كابتن ايهاب يعني هو جالنا في ماتش الظهور كان بيشجعنا كويس قوي، كان يقدر يقول لنا ان شاء الله انتوا هتاخدوا اول، كان لما كنت نطلع تايم اوت ولا حاجه كان يقدر يقول لي ترمي ريباوند هايل اطلعي على الباسكت والعبي ورد وان، يعني كان واقف في ظهركم بيدعمنا. طب اتمرنتي مع الدرجه الاولى او ما اتمرنتيش لسه؟ لا لسه بس خد بالك اسوسانة او اتنين وبتهالي يعني هتدي منكم لعيبه هتطلع الدرجه الاولى فلازم تبقوا جاهزين ده. طب قولي لي يعني خلينا نقول غير ماتش الظهور جامد وكامد وكان له حسابات ثانيه، ايه الماتش الثاني الجامد اللي انتوا لعبتوه؟ ماتش وادي دجله. وادي دجله كان جامد، وادي دجله في السن ده كويس. كسبناه قد ايه يا نور؟ كسبناه 11 فرق 11 مرتاح برضو الحمد لله، حتى الزور كسبناه فرق 12 بوند صح يا نوره؟ 12 بوند. طب كلميني عن ماتش زور شويه، يعني يمكن قبل المباراه كان في شويه يعني هو طبعا كنا كلنا متوترين خايفين يعني خايفين حد مثلا يضيع الكوره ترد علينا في وسط بريك، يعني كل واحد كان خايف يلعب. بس بعد كده لما دخلنا في مود الماتش بقى ودخلنا بدانا كل واحد يطلع اللي عنده ونلعب، نسيتوا بقى ان ده ماتش وبدات تلعبوا بقى وبدانا حتى الطبيعي. احنا نزلنا كسبانين من الاول، كسبانين كتير يعني 10 بونت من الاول صحيح. ريحكوا ايه ارتحتوا يعني احنا يعني كل واحد بقى دلوقتي يقدر يعمل يعني مش خايف لو شاط صحيح. مثلا او عمل حاجه لسه صحيح صحيح. الف مبروك على هداف والف مبروك على البطوله. الله يبارك في حضرتك. يمكن اروح لفرح فرح انت شكلك شويه كده ايه يعني حبوبه والبنات بيحبوكي وكله يعني حتى عارفه سر جمانه. طب قولي لي يا فرح كلميني عن البطوله اولها ايه؟ ابتديتوا ازاي اول ماتش؟ كان اول ماتش كان سهل بالنسبه لنا. احنا ممكن يكون اصعب ماتشين قابلناهم هو الجزيره والزهور. ودي دجله دجله كسبانه ما كانتش صعبه قوي يعني. ما كانتش صعبه، هي فرقه كويسه بس كان الماتش سهل. بس احنا كنا بالنسبه كان سهل عشان كنا كسبناهم في الاول. تمام. في الدور الاول. في التمهيدي. فالحمد لله يعني كنا في ماتش الظهور كنا كسبنا كنا كسبانين في اول كوارتر، لكن الكوارتر الثاني وقعنا شويه، لكن الحمد لله لما نزلنا كلنا ثاني وشدنا حيلنا في الكوارتر الثالث والرابع لا كسبنا الحمد لله فرق كتير. انت بتلعبي صانع العاب بلاي ميكر صح؟ قولي لي بقى انت يعني اكتر حاجه بتحبيها في المركز ده تحبي تعملي ايه؟ بحب اعمل اسيستات كتير جدا. برافو عليك. يعني مثلا جمانه في ماتش الشمس كنت داخله وهي 2-1 عملت لها باك باس بايدي في جريتا، يعني بحب اعمل اسيستات كتير جدا. تبقي سعيده لما زمايلك هم اللي يسجلوا وتبص لهم وكده. طب يعني مش غريبه شويه ان الواحد برده بيحب يلعب على الباسكت بتاعه؟ لا مش هخش في زحمه يعني لما اكون فاضيه بخش كتير وبشوف كتير يعني. برافو عليك. طب قولي لي يعني مين من الفرق اللي ممكن نلعبها جامدين غير دول؟ يعني احنا لعبنا الجزيره، لعبنا الزهور، مين في اسكندريه جامد ممكن نشوفه؟ ممكن سموحه وايه؟ سموحه بس. سموحه مفيش سبورتنج ما عندكوش نفس السنه؟ سبورتنج لا احنا كنا كسبناهم جامد، كسبناهم فرق كتير واحنا هنا كنا بنلعبهم ودي. طب قولي يا فرح ايه الكابتن كان بيلعبكم مع 16 سنه اللي اكبر منكم؟ ما كنتوش بتبقوا قلقانين بتنزلوا تلعبوا جامد؟ لا كنا بنلعب جامد لكن مش قلقانين عادي يعني. كنا بنلعب عادي. تقدروا تلعبوا؟ طب وفتره الاعداد انتوا ابتديتوا برضه جامد وشغل ما زهقتيش يا فرح بالنص كده قلتي لا انا عايز اقعد بقى عايز اخرج عايز لا بصراحه لا انا كنت بحب العب كتير جدا يعني كنت مثلا بحب اروح التمرين بدل ما اقعد اذاكر يعني كنت بحب كتير جدا اروح التمرين. برافو عليك حابه اللعبه جدا عشان كده هتبقي كويسه باذن الله الحمد لله. خلينا اتكلم معاكي يعني جنى الالفي طبعا زي ما بيقول الجينات يعني طاغيه شويه. قولي لي يا جنى انت ما شاء الله عليك انا بتفرج عليك في التمرين حتى بتحب اللعب قاعده في الملعب على طول بتتمرني، كلميني عن البطوله وكلميني انت يعني اكتر اللحظات اللي فرحتي فيها في البطوله ايه؟ اكتر موقف فرحت فيه لما الحكم صفر وكنا كسبانين دي يعني دي اخر يعني السنه اللي فاتت خسروا من الزهور فدي حاجه تفرح لما السنه دي ابقى معاهم وكمان اشارك معاهم وكسبنا. برافو عليك. وقولي لي ماتش الزهور ما كنتيش قلقانه؟ لا ماتش الظهور انا ما بخافش من اي ماتش انا على الاقل اللي هو هبقى متوتره وداخله مش هعرف اركز مع هبقى انا في التوتر صح. طب قولي لي بابا بيقول لك قبل الماتشات؟ لا بابا بيشجعني جامد قوي هو ومامي يعني بجد حاجات كتير جدا يعني بيقول لي ما تخافيش ده ماتش عادي هتبقي كانه ماتش ودي عادي الحمد لله بدخل وبعمل اللي عليا وفي الاخر برده بيشجعوني تاني برافو عليك. طب قولي لي انت مين نفسك الاعلى عايزه تبقي زي مين؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ لا قولي انت ما شاء الله لا احنا عايزين جوه مصر. لا جوه مصر ممكن ريم موسى. ريم موسى ممكن بره مصر ممكن يكون كايري ايرفينج. ما شاء الله ما انا عايز اقول لك ان ريم ريم انا بحبها قوي حتى شخصيا ولعبيا كل حاجه طيبه قوي محترفه كمان يعني
تفكري في الاحتراف ولا بابا يقولك لا؟ اه طبعا ان شاء الله. بابا يقولك لا؟ لا لا لا. مسيطره ولا ايه؟ اه طبعا. طب قولي كلميني عن... طب اخواتك كلميني عنهم بقى. ما انا عندي ملك اختي اصغر مني بسنتين. تشجعيها؟ باسكت. اه طبعا طبعا بلعب معاها. عندي انس ومعز بيلعبوا سباحه وبرده باسكت شويه. طب قولي لي بتروحي الماتشات مع بابا؟ اه. تشجعي فريق الدرجه الاولى وكل حاجه؟ نفسك تلعبي درجه اولى؟ ان شاء الله طبعا كلنا نطلع مع بعض اكيد طبعا اكيد. طب قولي لي يعني نفسك تلعبي منتخب؟ نفسك تروحي بطوله بره؟ اكيد اكيد ان شاء الله طبعا. طب قولي لي مع كابتن خالد، كابتن خالد المدير الفني بتاعكم، لما اكيد كان بيتحمس، كان ممكن حد يجلي كوره ممكن يزعق له؟ بتزعق له خالص كابتن خالد؟ كابتن خالد لما حد يضيع كوره يقول له عاش ولا يهمك ركز المره الجايه، يعني كابتن ولا بيزعق خالص، حتى لو شوطه ضاعت مره واثنين ما بيزعقش، بيقول عاش واجري ومهم نرجع في الديفنس، اي كره ضاعت مهم نرجع في الديفنس. طب انتوا علاقه الود والحب اللي بينكم بالجهاز الفني بتفرق؟ لا انا بصراحه عمري ما شفت فرقه كلنا تيم ورك جامد جدا بره الملعب وجوه الملعب بصراحه، يعني حاسس ان انا مبسوطه قوي ان انا جيت اصلا معاهم. حاسس ان اسرتك صح وحاسس ان حاسسهم اخواتي، اخواتي مش زمايلي مع الفريق، بالعكس اخواتي، كلنا قلبنا على بعض، كلنا عايزين نكسب يعني صحيح. حتى فرح دي فرح انت حاسه برضو نفس الكلام كلكم؟ اه اكيد كان كل برضه بتشجعنا كتير جدا، الفرقه كلها بتشجع بعض. حور ما شاء الله، حور على طول، كلنا تيم ورك جوه الملعب. ممكن اكون مثلا حد لعب لوحده، عشان هي كابتن فرقك حور عبد الزهر. اه طبعا ممكن يكون حد مثلا لعب لوحده حور بتشجعه، وضاع ما ضاعتش حور بتشجعه، بالعكس نوره بتساعدنا برضو، ونجار وجايده وحور برضو بيساعدونا، عشان الثري بوينتس بتاعتهم اربعه، فدي حاجه تفيد الفرقه. كل واحد ليه دور بيعمله، كل واحد بيساعد فرقته بدور. يعني حتى انا شفت دلوقتي حتى فرح بتقول انا بدي لزمايلي الباصات، يعني حتى انت يعني حاسه بالدور اللي بتقدمه بصراحه. فرح اكتر واحده بتباص وبتظبط الملعب بالظبط. برافو عليك يا فرح، انت كده بصي يعني هتبقي مطلوبه حتى في الدرجه الاولى، هيقولوا احنا عايزين اللي بيباص ده. خليني برضو اتكلم معاكي، يعني شفتي يعني زمايلك بيقولوا لك او زميلاتك بيقولوا لك يا نور يعني انت بتساعدينا، انت نفسك في اول الكلام قلت انا بخش وراهم حتى لو حد جلى، يمكن لما لعيب بيجلي ويلاقيك انت جبتها له بيبقى حماسه بيزيد، يعني كلميني عن الحماس اللي بيبقى في الملعب ده. هو طبعا يعني احساس، لا انا قصدي اقول ايه، انه مثلا جمانه بتشوط مثلا، خلي بالك الحته دي بتبان اكتر في الباسكت عشان في ريباوند، جمانه شاطت جلت لقيت نور دخلت خدتها ولمتها وحطتها، جمانه مش قلقانه. اه عشان في حد يعني برافو عليكي، هو ده اللي في ظهرها يعني اللي ممكن. برافو عليكي، عشان كده ده دورك مهم، يعني انت حتى بتدي الثقه للاعبات، يعني جمانه بتضحك انت ما انت جلت كتير ولا ايه؟ يعني قصدي اقول ان هو الواحد لما بيكون هو في ظهر فرقته بالدور اللي بيقوم بيه بيبقى الموضوع مؤثر جدا. اه طبعا، وبرده هما برده كانوا بيدوني اسيستات، يعني برده كانوا كنت بطلع احط باسكت بيها، ده اللي كان بيزود السكور بتاعي برده، يعني برده هما كانوا ليهم برده دور. طب انت لما قالوا لك انت هدفت البطوله كنت متوقعه ده ولا لا؟ لا ما كنتش متوقعه الصراحه، يعني هي اول مره صراحه يدوا جوائز كده. اه ما كنتش متوقعه الصراحه، كنت شايفه انبسطتي؟ اه طبعا فرحت جدا. طب زمايلك عاملين ايه؟ زمايلك عملوا ايه؟ قعدوا يهيصوا نور؟ اه فرح عملت ايه بقى؟ فرح عملت ايه؟ فرح لا ما خدتش بالي، كلنا طلعنا على الجايزه والله كان زمايلك كلهم خدوا الكاس. اه يعني وانا بستلم الجايزه قعدوا يقولوا اسمي وكده. اتبسطتي قوي صح؟ اه طبعا، بس ما كنتش متوقعاها الصراحه. بابا وماما سجلوا اللحظات دي ولا لا؟ اه طبعا كانوا برضو بيشجعوني. طب مين بقى بيتعب معاكي، بابا ولا ماما؟ ماما اكتر. اكتر صح؟ احب انا الاجابات الصريحه، مش الاثنين، لا مفيش حاجه اسمها اثنين. وانت بقى ماما والبابا بيتعبوا معاكي؟ السؤال ده بابا. لا ما لا بابا عشان بيبقى تمارينه وماتشاته ومسافر وشغله وكده، ده حقيقه. فاللي هو ماما ممكن مثلا ترجع من الشغل عشان تلحق توديني، بيبقى مثلا دروسي واخويا عشان تمارينه، فلازم طبعا نلحق ان انا اخلص مدرسه عشان الحق درس والحق البس، واوقات كتير جدا باكل في عربيه فده بيبقى ده الطبيعي، ده اللي احنا بنعيشه كلنا. ربنا يوفقك يا رب. وانت نفس الكلام يا فرح، يعني انت نفس القصه، مين بيتعب معاكي؟ إيه لا انا بابايا ما كنتش فاضي لي عشان شغله وكده، بس بيجي لي كل الماتشات، كل ماتشات مفيش ماتش بس بيروح معاك التمارين ويجي مامتك كله، وحتى المذاكره وحتى او اخويا اكتر واحد. انت ساكنه فين؟ انا في مدينه نصر. برضه مشوار تيجي الجزيره برضه ده مشوار صعب. لا ما هو مش دايما هم اتنين بيبصوا لي، ساعات باجي مع اخويا وهو بيبصوا لي كده. ان شاء الله
نورتوني وشرفتوني يا جماعه. يعني بجد انا سعيد بيكم جدا وفرحانين قوي. والله ده احنا جينا وحضرتك هنا. لا ده انتوا مش انتوا ان شاء الله خدوا بطولات بس كده وانتوا تبقوا معايا على طول. ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر جمانه طارق طبعا وبشكر نوره محمد وبشكر فرح حسام وبشكر جانا الالفي. اعزائي المشاهدين طبعا الوقت مر سريعا، هنطلع دلوقتي طبعا فاصل وهنضم ليه طبعا كل النجوم. الحقيقه احنا طبعا كما تعودنا في تكريمنا للضيوف بنكون بنجيب تورته وطبعا اكيد بنحتفل بيهم، ولكن النهارده مش هنقدر نعمل كده طبعا لانه يعني حزنا على عمر زياد الحقيقه، ولكن احنا كل اللي هنقدر نعمله ان احنا ناخد صور تذكاريه مع بعض في استوديو ملوك الصالات. خلينا اقول لحضراتكم ان احنا اخر حلقه في اي انجاز، الانجاز بيبتدي في الملعب من الابطال والبطلات اللي بيبقوا قاعدين معانا، هم دول يعني اصحاب الفرح الحقيقي والانجاز الحقيقي. احنا مجرد ان احنا بنعرفهم بحضراتكم ونوريكم المجهود الاكتر ايه. هنطلع لفاصل ويرجع لينضم ليا ابطال فريق 16 سنه ناشئين وابطال او بطلات فريق 14 سنه ناشئات، ناخد صوره تذكاريه ونطلع لفصل سريع وارجع لحضراتكم.